في سوريا سيطر مقاتلون معارضون على سد الفرات في شمال البلاد، وهو أكبر السدود المائية في سوريا. من جهة ثانية، أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن إيران وحزب الله يحاولان تشكيل شبكة من المجموعات المسلحة داخل سوريا لحماية مصالحهما في حال سقوط الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومن الشرق الأوسط لم تكشف أسماءهم أن هدف إيران على ما يبدو هو أن يكون لها عناصر موضع ثقة في سوريا في حال تقسمت البلاد طائفياً.